فاطمة مش سهلة خالص، فيها مشاعر كتير جدا تصعب عليكي، انها فضلت مستنية جوزها اللي في الاخر رجع بعد ما راحت اتجوز، يعني قصة ملخبطة مأساوية. تماما ومأساوية، وقلبك هيوجعك عليها من البداية للنهاية، وانتي كنتي عاملة لها تون كلام مختلف بهدوء بطريقة كانت كانت عارفة، كانت ليها كده حتى شكلها باللوك بتاعها كانت قمر. كلميني عن فاطمة دي وانتي بترسميها في خيالك. بصي فاطمة دي انا حسيت ان هي الزمن ده بالذات، يعني قعدت اشوف شوية الزمن ده، الناس في زمان ما كانوش بيتحركوا زينا، كان ايقاع رايق، ايقاعهم ابطأ في الكلام، ابطأ طبعا. هما ما عندهمش حاجة تسليهم، ولا في تلفزيون ولا في تليفون ولا في ما فيش، ودول قبل حتى زمن التليفونات. اليوم كان فيه بركة كده، فاليوم بتاعهم هيعملوا ايه دول؟ نتمشي على مهلنا. فالحاجة كانت بالراحة، صح كويس. فأنا كنت حاسة ان صعب جدا ان انا امثلها بتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي، ده مش هيبقى شيء واقعي يعني. كويس، هما اروق مننا بكتير، واحنا حسينا كده واحنا بنتفرج. وكنت عامله لها طريقه تون صوت وطريقه كلام وماشيه هي، مش لا فاطمه دي تعبتني برضو وانا بحضرها جدا. ردود افعال الناس على فاطمه كانت عامله ازاي؟ لان الناس اتاثرت معاها قوي. احكي لي كده اغرب الحاجات اللي اتقالت لك او احلى الحاجات اللي اتقالت لك ايه. هم حبوا، انا اللي مستغربه انه ان الناس حبت قوي ان هي بتحب حرامي، فدي حاجة استغربتها جدا، علاقة الحب بينها وبين فتحي عبد الوهاب حبوها جدا، يمكن علشان كان هو بيحبها قوي. فتحي عبد الوهاب وانتي عملتوا دويتو قوي جدا في المسلسل ده جدا، والناس كانوا بيقولوا ان هو من احلى الادوار اللي الاستاذ فتحي عبد الوهاب عملها. احكي لي كده عن الكيمياء بينكم كانت عامله ازاي. والله استاذ فتحي لذيذ في الشغل جدا، وهو كان مركز جدا في الشخصيه اللي بيعملها، وانا كنت مركزه في الشخصيه الصعبه اللي انا بعملها بصراحه، لان كان تحدي بالنسبه لي ان انا اعمل ثلاث شخصيات غير بعض بالظبط. اكيد فبدي كل شخصيه اقصى ما عندي من التركيز، عارفه في وقتها. اصعب مشهد لفاطمه بالنسبه لك ايه؟ لا هي كانت صعبه في الكلام وفي الكلام القديم، ان انت لازم تحافظي على الكلام القديم طول المسلسل. فدي اصعب حاجه، لكن مشهد لا ما حسيتش يعني. انا فاكره من المشاهد المؤثره قوي لما راحت، لما عرفت ان جوزها رجع وراحت له، وكان في مشاعر متناقضه في المشهد ده كتير. لا انا اصعب مشهد، او مش هقول اصعب، انا هقول المشهد اللي حسيت ان فيه مشاعر كبيره قوي، وهي بتواجه ابوها بتقول له حقك عليا يابا وما تزعلش مني، والله العظيم كان عايز يتجوزني. لا المشهد ده اثر فيا جدا، يعني حتى اثر فيهم في اللوكيشن، ثم سقفوا لي وقتها في اللوكيشن. الله كويس. كان مشهد فيه مشاعر مش طبيعي، عارفه واقفه قدام ابوها حاسه ان هي اتفضحت في السوق كله وكسرت ابوها. فده كان مشهد قوي جدا، مؤثر جدا جدا فعلا. جدا